يا صباح الخير ومساء الخير، وين ما كنتم؟ طبعا اليوم عندي عزومة، وراح أبو أحمد طبعا يجيب لي اللحمة، وأنا عندي غسيل لأنه تعرف عزومتي كانت فجائية، يعني قبل بيوم حكى، فبدي أخلص غسيل، بدي أرتب الدار، لسه الأولاد ما صحيوش، الساعة تقريبا 12 الظهر تقريبا، راح أخلص غسيل وبعدين أبلش طبيخ إن شاء الله. يلا تضلوا معانا اليوم، شوفوا كيف يومنا راح يمرق ان شاء الله، تعرفوا ما تصيبنيش هذول النوبات العصبية وعصب وهيك، يا رب. يا مساء الخير، زي ما انتم شايفين مطبخي معجوق اليوم، عندي عزومة، حطيت صينيتين زي هاي لحمة بالفرن، وراح احط هلأ التانية. الدجاج لسه، الارض ملانة اغراض، يعني اليوم كثير عندي عجقة، هيك حاسة حالي مش مرتبة. فرجيكم صينيتين حطيتهم، هي حطيت صينيتين شايفين، بس هي هون، وبدي اروح احط صينية برا على الفرن البراني، وبعدين اجي اسوي الجاج. بتعمل الجاج بحرة، يعني حاسة انه كأنه فرض واجب علي اليوم ادخلكم معي على العزومة، اصبروا علي قبل ما اخلص وبكمل. هلا بخلي واحد من الاولاد يعمل لكم تصوير عشان تضلوا معانا على طول، طيب؟ لاني مشغوله 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 اليوم، بس ادعوا لي ان شاء الله. عزومتي الحمد لله، والله دائما عزايمي سبحان الله سبحان الله، الله بطرح فيها البركه، وسبحان الله، لانه النفس هي سبحان رب العباد، هي النفس لما تكون طيبه في الطبيخ سبحان الله، لا اله الا هو، كل شيء بيطلع منيح. خليكم تابعين. يلا يا حبايبي، يومنا طويل يا عمري، يلا سلام. يعني قاعدين بنجهز للعزومة، ماما عمالها بتحاول بدي اضوي الجريل عشان الفرن بلحقش، لازم نطبخ برا وجوا اليوم. هاي ستيرلينج بده يشرد من الدار، خليه يطلع يتشمس نتفه الجو حلو، خليه يطلع له نتفه. في كثير عليها اليوم ماما، ودانا وليان لساتهم نايمين. حاولت ما قدروش يصحوا؟ نو، دانا مرات تقعد على التليفون. لا، ما مش على التليفون، ولا بتطلع تحكي معاها. اوكي قولها قولها. اوكي بدي اروح اصحي دانا وليان، بعدين برجع لكم. اوكي، ايش بتسوي ماما؟ لحام. Oh my god. Is that a frozen? هلا انا بدي اقطع السلطه. Can I say that? لانه دانا وليان لساتهم مش صاحيين، وماما بدها مساعده، فبدي اساعدها. قطع اللحمه. بنحطيها بنفرك عنها هذه. شكر ومن تحمل في ايدها بدون مسكات. ما عن جد. من السرعة بحس، مش حاسة بالحرارة من السرعة. شوفوا ما أنا معجوقة، مش حاسة بحرارة الصواني. وأنا هي عمالة بقص السلطة. يسعد مساكم وكل أوقاتكم يا رب، رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الجميع يا الله. إن شاء الله اليوم بدي أفرجيكم أجواء البيت. اليوم عنا عزومة، أمي، إخوتي، خواتي وعيالهم كلهم جايين إن شاء الله يفطروا عنا. طبعا في هذا الشهر الفضيل والكريم والمبارك، من أجمل الأمور إنه لما العائلة تلتم وفي بيت ويفطروا مع بعض وينبسطوا مع بعض، وربنا يا رب يديم علينا وعليكم الانبساط دائما وابدا. تعالوا طبعا نفرجيكم الاجواء عندنا، التجهيزات عمالها بتتم في المطبخ. خلينا نشوف ابني احمد يابا شو بتسوي قاعد. بس السلطه. اوكي، I'm trying to flip the camera بس.
أشوف. طبعا ابني أحمد اليوم مسؤول عن السلطة. أشوف. يا سلام يا سلام، شو سلطتك بده يكون فيها؟ هات فهمنا يلا. خس، بندورة، خيار، زيت زيتون، ليمون، ملح. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام تبارك الرحمن. طبعا طلع جهينجر افندي طلب اللي عليك. وانت شو بتسوي؟ انت شو شغلتك غير الاكل والشرب والنوم؟ بس هذا هو. طبعا يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين تجهيزات عندنا هون في المطبخ. طلعوا الدجاج الاماني، طلعوا التتبيله، طلعوا طبعا تتبيله الدجاج واللحوم. على فكره ام احمد اتقنتهم. ها بحكيش انا لانك واقفه جنبي طبعا لا سمح الله. حياك الله يا بحضر. تحكي وتدوم يا ام احمد. استعملت جملتي لما بتحكي شغله. بقولها حياك الله يا ام احمد. المهم زي ما انتم شايفين يا جماعه الخير الحمد لله الامور ماشيه على العال، التجهيزات ماشيه الحمد لله. عندي الاولاد. يابا مين سحب من الاولاد؟ الاولاد في رمضان طبعا ساعات النوم عندهم تختلف. بناتي الله ربي يخلي لكم اولادكم بيصحوا كل يوم بيسووا لنا السحور، بعدين بنصلي الفجر بعدين بروح بناموا، عشان هيك بتاخروا مره. لازم يصحوا الاولاد بيساعدوا الاولاد يحملوا. وزي ما انتم شايفين هذه الاجواء في بيتنا من احدى الايام في هذا الشهر الفضيل والكريم. وام احمد يعطيك العافيه. ام احمد ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ام احمد في الطبيخ شيء خرافي الاماني. وطبعا انا مش عشان انها واقفه قدامي يعني بحكي هيك بس. حياك الله يا ام احمد. على كل خليني انا لازم اطلع اروح اسوي كم من شغله. خليكم تابعين ان شاء الله الليله بس يجوا اهلي هون على الفطره والجمع الحلوه. ستورم شو رايك انت في الوضع يا ستورم؟ حتى ستورم تعرف انه في عزومه. خليكم متابعين وان شاء الله بنفرجيكم الاجواء. يسعد كل اوقاتكم. كملت قطع السلطه وهلا طعمت ستيرلينج. وهي ماما ايش تسوي ماما؟ بحمص في الزبيب وبدي خلصت اللحمه جاهزه. هاي السلطه والسلطه جاهزه بس هلا وهي بفرجيكم ستيرلينج. ايش وات ار يو ايتينج؟ بتحمصوا الزبيب وبتحطوه على الرز بتزينوا فيه هيك محمص شوية. أنا بقليه الزبيب وعشان بحط على وجه الرز زاكت مع كتير. My mouth is warm. كان محمد يكنس برا، احمد بنظف في الطابق الثاني بيساعد فيا. حبيبي ما يرضى عليهم. وانا طلعوا معجوقة لسه المطبخ عندي قايم قاعد لسه اللحمه والهاي. ولسه هون كل شيء على المجالي. بفرجيكم بعد ما نرتب كل شيء ونخلص كل شيء ان شاء الله. السلام عليكم. هلا بننظف الدار وبروح اتشيك على احمد. بيعمل فيت بيكنس الجيم هلا. ونشوف شو زير بيعمل. قاعد كل يوم غطي حالك. كل يوم هذا بينظفش اشي بالمرة. كلنا نعمل اشي هذا بس قاعد هون.
ليان شو بتعملي؟ مع السلامة. هلا بعد ما طبخت هون عشان انا طبخته مفصولين هلا عشان هم استووا وصفتهم هيك فوق بعض عشان اوفر على حالي صواني لاني بدي الفرن عرفتوا شايفين ما شاء الله شكلهم عشان انا هلا بدي الفرن يحتاج الفرن نحطهم هيك بعدين ما هو اصلا ده صفتهم على الرز انا بديش يضلوا هيك بس انه بسم الله الرحمن الرحيم بس هلا ما شاء الله عشان اخذ وسع بس في كمان صينية برق اجيبها بس احط فوقيهم كمان احسن بالمرة شوف هلا خاطر اجيب كمان الصينيه هذيك احطهم فوقيها اجيبها بالمره استنى هذيك فيها احطهم توتو تطلع شوف الجره قربت تخلص بسم الله الرحمن الرحيم بس بسم الله لسه الدجاج مقطوع هذا لسه هي فيش شحم فيش لحم ان شاء الله في ايدي ما شاء الله سوبر بهني فيش علي والله اللي حمرتها بدون اشي جاية رايح احملها بدون مسكات الصينية ما شاء الله على ذكائي الخارق تضحك علي ده انا ماشي ورايا تقول امي انجنت عادي عادي هاي اعراض كل عزومة ليش هيك في قهوة هوني ليش مش المسكات هوني هذي كيف صار وضعها هي أفضل جارنا شو مش رغلا بقولك هي مجنون المرة اسمح حالها الله 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 يا حلوين ما شاء الله محناهم هدول كمان يلا نأخذهم على فوق الصينية هديتها بدي انزلي تحت يا توتو That's sterling. Sterling. اوعي تنحرقي انت. بسم الله. ابعدي يا ابعد يا زلمة. سأل دمك يا هلبس. هلا بدي نقولهم على الصينية الثانية. اوه. تشوفوا. هلا هذا فرجيك. تزعلوا الشط. هي شايفين. هلا بس نقولهم على الصينية الثانية. وبعدين نغطيهم ونرجعهم على الفرن. عرفتوا؟ اوكي هات تحط الدجاج عشان غايب يستخدم الهربة محمد بأشرب مندلين سوري يا حبيبي خبطت ايده بحط هذا الدجاج لما اجيب الصينية الثانية الدجاج انا جوا صح؟ خلص وين راح الملقط هني؟ شو رأيكم؟ بحكي مع حالي على فكرة وانا بخطط طب ردوا علي عبروني Why would you bring it in? ها؟ For what? بسم الله الرحمن الرحيم داري تحكي مع حالك قاعدة؟ شايف؟ حد يرد علي؟ تحكي مع دانا فاكرة انت على البث؟ ايوه بفكر حالي بحكي معهم على البث صحيح بفكر حالنا الحمد لله هي حطينا كل اللحمة في نفس الحالية شايفين هيها ترى ترى ما شاء الله فهلا بدي اغطيها كثير منيح رح نخليها في الفرن على حراره دافيه من هون للفتره باي للفتره كم ساعه دانا ثلاث ساعات ثلاثة نخليها بس بعد يسوي الدجاج هلا روحي جيبي لي حرام عشان نلفهم حرام عشان
يضلوا فكرك بسرعة الفرن الرف الفؤالي اذا جربي والله يمكن عالي هذا شوف والله ما بسع اعوذ بالله كل هذا معلاهم لا بسعش بعد الله يشوف الشكر على تشا اقول لك لا بدي احطهم على الفرن البراني في شيء احمل برا شو رايك اجيب الدجاج هان وهاي بخليها على الفرن البراني اصلا هو عداه في الفرن البراني Do I have to follow you out there? Yes, stop being lazy. خلبتي؟ I'm glad, Daddy. Smells so good. ما شاء الله. تعرفي عود شو اسمه؟ اشتغل الحمي. Oh yeah. فرجيهم. شايف مش عارف الدجاج لسه خاطر ادخل الدجاج جوا. هنا قصدي اذا بحطه فكرك بتسع الصينية هاي مرة تسع صح؟ كبيرة لو هذا مش موجود قد تسعة هلا بس يسوي الدجاج بحطهم هلا خلي الدجاج اول يستوي بدنا نغطيه جبتيه بدي روحي جيبي لي حران بسرعة خلينا نغطي اللحمة يا بنيتي سلمي ايديك طيب يلا هلا بدنا نلحق القهوة تعالي جيبي لي حران بسرعة أوكي. شو بتعملي ما؟ خلصتي قطعني الفواكه بدي اغطي الشم بجنن ريحتها دائما نحط العنب مع التفاحة. سويت لنحط هذا بسرعة يا ماما تعالى سلا سلا نغطي اللحمة هي كانت الله يسهل عليها الزمانات إذا بستوي الإشي قبل موعد الطبيخ وتغطيه هيك وتلفه زي الولد نزلي خوف يبرد وبضل طري ومحلى شفتوا كل سنة وتسلم يلا ادحنوا شو كمان؟ طيب اوكي ان شاء الله يا جماعة الخير المشوار السابع بالضبط على السوبر ماركت كل ما اروح بالله الله يسعدك يا ابو احمد نسينا بدنا كذا وجبنا كذا وشو رايك تقبل جبنا كذا ونسينا كذا بروح وبرجع بروح وبرجع يعني شو بيصير لو انه مثلا كل هذه الامور كانت على ولا خلص يلا الله رب يديم الافراح عنا وعنكم يا رب اليوم خليكم تابعين ان شاء الله عزومه عنا في البيت والدتي اخوتي خواتي اولادهم وعيالهم اجواء حلوه الله رب يبي دائما يتمم الافراح عنا وعنكم وبيوتنا وبيوتكم عامر يا رب يلا يابا جاهز يوم انا هذا التلفون بالعرض هذا بحبش مسكته هذه شايفين بدنا نروح يابا على الماركت نجيب فيو ثينجز هالمره هاي اظن بدهم يسووا حمص وبدهم الحمص بدهم البليله That's funny because you look on this side but your eyes on that side خليكم تابعين سدوا انه شكلي نسيت هلا بدهم حمص المهم يا جماعه الخير زي ما حكيت لكم هيك الاجواء عندنا احنا يوم العزومه مهما بتكون جاهز ومجهز امورك ومرتب حالك الا ما يطلع لك النهفات تبعت اخر ربع ساعه خليك
خاصة وانت صايم يعني بتيجي على الماركت وبتشوف الاغراض والبضاعة والشيبس والسناكس وانت صايم، والله حرام والله حرام. انا من حمص، وين المفروض يكون هون؟ وهاي علب الحمص. ازاي ان شاء الله يكون اخر مشوار اليوم للسوبر ماركت، لانه بيني وبينكم تعبت وزهقت. يلا انا وليان صرنا جاهزين، ماما في الحمام هلا بتجهز. الأكل جاهز، كل شيء جاهز، بس حمامتها تلبس، وفي لسه ضايل تقريبا ساعة ونص. ويا اوكي، ماما حكت لي اجي اشيك على الرز. So let's see. كيف شكله؟ I think كويس. هبطت عليه على الآخر to like the lowest. هلا بدي اشوف. ماما جاهزة؟ أنا جاهزة يا ماما، بس بدور على ليان. هاي ماما بدور على ليان، جاهزة. يعطيك العافية. وهي إذا هلا بقعد بقدرش أقوم، وحياة الله إذا قعدت على الكرسي هلا إني ما بقدر أروح. ماما ها حلو برضه. هي ستيرلينج كمان تنتين زي ما بدك تحمم. والله هذه مور فانسي، هذيك مور سيمبل. خذي هاي الحلقة. خذي يا ليال الحلقة، البسي حلقة. خذي بسرعة. I think this one is nice. This one's more fancier. So if like, should I go more casual? Yeah, where the other one? The other one's more casual. Should I go more casual? Yeah. صح؟ Casual or fancy؟ لا لا، casual. البس الثانية أحلى. I'll wear this like on like more like. Okay. Do you want to say anything, Mom, before I turn it off? Ahmed, نسوي التمر هندي. Okay. وين حطينا الاكل؟ والله ثقيل، لو اني اخليه هون احسن على نو no, نحطه هون احلى. كيف بدي ارفعه؟ I can help you. Here, hold this. استنى بدي احط له ثلج قبل. قبل بساعة. مش رح يدوب فكرة الثلج؟ نو. بدري نحطه. اوكي. Wait, you're gonna put it in here? شوي. No, I think just let them put in their own cup. بيحطوا بس لازم لأني حطيته زيادة. Oh. Well, don't splash it, it's gonna get. لا ديش. بسم الله. يا بنية لا داب وكسر الثلج بهمش. الكاميرا شغالة إذا نتوقف تيجي معكين دب من إيدك. لازم نقعده على القاعدة هذه بالدزق بالدزق. Okay, let's put ice in here so that it can weigh it down. دير بالك يجي على وعي. نقدر نرفع فوق هذا متأكد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دير بالك. بس كل يجي على
كثير بعد. ايوه بسم الله. ايوه لفوا هلا على جهتك. ايوه ممتاز. هاي التمر الهندي صار جاهز. تعال خذ فرجيهم. اوكي تخيلوا حالكم هلا جايين على دارنا في عزومه. اوكي اول شيء بتيجوا هون هي كاسه تمر هندي او زبده كوكولا او دايت او سبرايت. هي في مي كمان. اوكي سو يو جيت يور درينك من بتيجوا هون تاخذوا هي بليتس. بعدين هذا لسه ما حطينا هوش لانه ما بدها شيء يبرد. هذا الحمص كثير يعني بابا جايب لي يعني اكثر حمص قاسي. يعني شو هذا بده 10 ساعات مش مستوي هذا. بسم الله. مش حسسته مستوي. مرة مش حسسته مستوي. هاي في سلطة، سلطة خيار. وهذا السلطة لسه ما خلطنا هوش الدريسنج هون لازم نحطه عليه وبعدين ميكس ات اول توجذر. وبعدين بتيجوا بتقعدوا هون ويا بدي في عصير ليمون بدي عصير حبة ليمون. شوفي إذا ثلاجة. لا والله في هذا حطيت هذا في ليمون رايح حبة ليمون. What do you need it؟ بدي ها؟ لا لسه مش لهذا يا حبيبي بس نعمله. أحمد بدي شو اسمه يا أمه؟ سلام حطه. بسجل الحمص للقناة الطبيخ. سجل لي أو على تلفونك إذا بدك. بسم الله فاتح أو أطفي هذا شوي بعدين ترجعيهم. خلت إيه؟ أوكي دانا. What دانا؟ Are you wearing your hijab? Yeah. Okay, we're vlogging. اوكي بتقدر حدا مرحبا فلوك. اوكي امسك الطنجره. شفتوا شو ماما عامله؟ الطنجره وعكتين كب كثير هون بارد. هلا بدنا نشويها مباشره عشان ماما tell them what you just did. شو سويت؟ سويت حط الرز هيني منبلش كل اللحمه صفطها. خد اعطي اعطي الغطاء اجلوها مباشره الغطاء اذا صوب وإموها يعني بديش إشي يكون على المجلع. اغسل يا أحمد. أحمد واشين. Here I'm gonna put them here for you. بس هذا يا دانا. Sorry vlog. Okay مع السلامة بحكي معاكم بعدين. جبيلي خلي ودانا. أول ما أبلش أحط أول ما. ماما قاعدة بتصفي باللحمة. وأحمد بده يساعد حق. يم ماما. It looks so good. It's really hot. Take my lot. How are you holding it like that? هو لعند certain one couple of them تقدر تحمله بعدين بتقدرش تصير توها. So rotate the thing so you don't have to go all the way around. Mama, you have superpowers from the heat. Yummy. Looks so good. شفتوا يا ناس؟ ماما فنانة. What does that mean? That you're like really good? Mm-hmm. Oh, well you are. Like she's her.
Mama, you are her. Okay, she's not even really laughing. Mama just gave me a fake giggle. Wait, let me get a mop out. These are gonna be really hard. Cookie, Mama is her. Mama's her? Mama's her. Mama's her. Right? Mama, you're her. Mm-hmm. Mama, say I'm her. I'm her. You are her, girl. Cookie, say hi to the vlog. Your mom is damn. What does that mean? Happy yeah. Muhammad. Mama salati. Asad. Yeah. Mama, that looks so good. Yeah, Nabi, salam alaykum. I know, they look zealous. I know, mine is too. Ahmed looks like a sheikh. Sheikh Ahmed. I was just about to eat one of those. Yum. طلعوا. Yum. Okay, خلص كترشي ماما. تفضلوا يا ناس تفضلوا ماما تساهمة تفضلوا تعالوا كلوا معنا Where do I put it? Mom, look at my sleeve. يي اوعك طب انا برفعها عشان اللبسة اسود Where should I put it? مش عارف السنة كلها هذا ايدي Don't put it in the oven في الفرن في جاج وهو حطها في اللندر يام كل شيء جاهز فرجيكو هلا وانا اخوكي هاي بابا هلا يابا هلا نستنى وهلا دخل زيد يعني الكل الحمد لله اجل صبحين على الدور ما شاء الله هاي يوسف هاي سارة الاولاد قاعدين لسه عشان الدور ما شاء الله الدور هيك هيك الدور لا يكون كنادر في كل زال كنادر الكبار دم يقعدوا هوني الرجال الكبار وإحنا النساء رايحين نقعد لسه كل لسه ما جاش الدور مدى قمر هندي أي قمر هندي تيتا اوكي لا الوانها ما بدها تمر هندي نائل هاي تمر هندي صبت لها تمر هندي يا امي حطينا هناك يقعد على الارض هاي هون هاي زيد زيد مش جوعان بالمره مش جوعان على المرة؟ بالمرة مش جوعان زيد جوعان؟ Are you serious right now? I'm joking right now والمهم يا جماعة الخير يعني أنا مش تعبانة بس إني حتى مش جوعانة بالمرة مش جوعانة مبين علي التعب صح؟ بس الحمد لله برج زيد هاي بس سبحان الله التعب بيروح لما الواحد يعني الضيوف بنبسطوا كله بتنسي كل التعب بتبطلي تعبانة الحمد لله وهي ستانة وهي رانيا يوتو وهي رانيا رانيا رمضان مبارك وهي شريفة شمالها شريفة What's on your lips? استنى في الدور لسه احنا واقفين لكن لسه الدور لهون لسه شايفين بلف في الدور هيك بلف 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 وصل للمطبخ انتوا حافظين دار مسكتوا هون بلف في الدور وفي قسم خلص وحطه وقاعدين في غرفة الغادة في غرفة السفرة قاعدين
نستنى. هوني شفتوا الحلو؟ هذا قسم الحلويات. هذا بعرف شو، هذا التمر، هذا اهم شيء القهوة. القهوة جاهزة، بل بدي اشرب قهوة. هي زيد اخذ اكل اكلات بس. Where's your food؟ هل بدي اروح احط هي؟ يلا يلا هيدا حط. ليش مش حاطط كثير رز؟ بس شوي. احمد كيف الاكل طعمه؟ والله لحم مستويه زاكي. تفضل. صح. هلا دوري انا احط. هذا ابوكي جايب لي اياهم من ريستورانت ديبو. الله انا عارفه وات كايند جايه. وهيك خلصت تنظيف المطبخ، وضحنا الصبايا كلنا. هم راحوا قعدوا هلا بيشربوا قهوه وانا بدي اروح اشرب قهوه. هلا ضل عندنا كثير اكل. حطنا يس. سي هاي. هاي توتو. خلص الاكل عندنا كثير. بكره شكلي مش راح اطبخ. بكره دنيا احنا هيك بواب. نو 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 يو ماشي بيوتي هيك. هي رمضان ذيرز ا روف ان اول ليفت اوفرز. حرام عليك حرام. طلع المهم بدوش البواقي. المهم هلا المطبخ نضيف، بدي اروح اشرب قهوتي معاهم وبعدين بنكمل. يلا نكمل الليله. هلا انا نعمل شاي. جهزنا الشاي وهناك طبعا برقصوا بغنوا ورا سامعينهم. بسوي شاي. الزلام قاعدين فوق طبق الفوقان، النسوان قاعدين طبق تحت. زي ما تقولوا سامعين. اسوي شاي بنعنع، حطيت نعنع. ونوصل للعشاء طبعا. وصلناش العشاء لسه. ليش مش حاطين عليه قطع؟ يما الحق علي. يمي ريحه النعناع بتشهي. هذا طلعوه على ايدي حميه عن البراد عشان مش عارفه ليش مش جبنا الغطاء تبعته. يعني ما لقيتوش. لاقي الغطاء. الله اكبر. ولا قلت حيلتك تدوري. قولي قلت حيلتي ادور. قلت حيلتي ادور. هاتي محرم يا جماعه. احمد يطلع الشاي للرجال. دير بالك بالله عليك تزحى الصينيه لانه بزحلق. هذا اللي طالع على الطابق الثاني. هذا يطلع الشاي. اوعى لاولادنا صغار والشاي. مع احمد شاي سخن يا اولاد. غير شر عشان صغار. دير بالك تتعرقل بدشداشتك. ما قاري سليبري ماما. زيد. اوكي زيد ياخذ الشاي عندي يعني عماته. دير بالك صغار يا زيد. زيد كتير مبسوط ما شاء الله زي ما تقولوا. بطل 15 صار 5. بلعب مع أولاد عماته، بنات عماته بحبوه بكيفوا عليه عشان بنزل بصير يلعب زيهم يعني لمستواهم. شنك كلهم بكيفوا عليهم. أهلا في طابق الدار عندنا.